مش هنروح بقى؟ لا نروح يا دنيا، ده اهم عدد في حياتي، انا لازم اراجعه كلمه كلمه وحرف حرف. في ناس تانية يعملوا ده. معلش انا عايز اراجعه بنفسي. الله يخليك. وعلى ايه تتعب نفسك يا استاذ يوسف؟ اهلا 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 اهلا، ايه المفاجآت الجميله دي؟ مفاجأة اني اجيلك بنفسي. العفو يا فندم، حضرتك تشرفنا في اي وقت، جورنال ملكك. بس يعني تكونش فاكر ان الافراج عن محمود انيس ونجاحك الكبير هيقدر يخليك تتحداني؟ وليه التحدي بس يا ريس؟ ما النجاح ده محسوب لك برضه. يوسف بوظ كل حاجه يا دنيا. اسمع، انت تخطيت الخط الاحمر ونجاحك مهما كبر مش هيقدر يحميك. يحميني من ايه؟ من الاقاله يا يوسف. ولا انت متصور انك كبرت علينا؟ لا لا، مش متصور اني كبرت عليكم. مفيش حاجه في الدنيا لها كبير، بس يعني ايه سبب الاقاله؟ هتقولوا للناس ايه؟ عشان انا نجح ولا عشان توزيع الجريده بتاعنا بقى ينافس الصحف القوميه؟ مش هنقول اي حاجه يا يوسف، والناس ملهاش اي علاقه ولا تاثير على قراراتنا. ليه يعني كل ده؟ عشان يا دنيا هم عايزين جورنان يخدم مصالحهم، انما احنا بنحاول نخدم الناس. شوف يا يوسف، احنا جاهزين بعدد تاني غير العدد اللي انت بتحضره ده. تقدر تلملم العدد بتاعك ده مع اوراقك الشخصيه وبالف سلامه. بكره الصبح جاي رئيس تحرير جديد يملى الكرسي ده. السلام، ومالك مبسوط كده ليه؟ يعني بجد ابتديت احس ان انا كويس. يا ترى ده بسبب الاقاله؟ في ناس لما تقول لك انت كويس لازم تراجع نفسك وتعرف انك اكيد بتعمل حاجه غلط. وفي ناس زي حضرتك كده لما يغضب على الواحد لازم يحس انه محترم ويعرف ان الغضب ده شرف ووسام على سيدنا.